رحب فيك كابتن. التعثر الثاني على التوالي بالنسبه للاهلي، اليوم الاهلي بدا كابتن بتركيز عالي، حصل على هدف مبكر بعد ان انخفض رتم الفريق، ايش اللي حصل كابتن؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هذا حال الكوره يعني. اللي حصل زي مثلا مباراه الفيحاء، ما تعلمنا من اغلاطنا، دائما نسجل بعد الهدف الاول، دائما نرجع للمناطق الخلفيه، هذا المفروض شيء يعني ما يكون حاصل. وبنا كمان نتعاون قدام الباب، جاتنا هجمات اليوم خاصة الشوط الثاني بعد تعادلهم، جات هجمات، نتعاون قدام الباب، إن شاء الله المفروض نطلع بكذا هدف يعني، مو هدف واحد. وفق سيناريو المباراة كابتن، تحصل التعاون على البلنتي في نهاية المباراة، تصدي محمد العويس، راضين عما قدمته اليوم؟ والله الحمد لله، هو آخر الدقائق الحمد لله إنه ما جاء هدف يعني، وبطل كعادته محمد العويس جابها. الصراحة ما احنا راضيين عن مستوانا، عندنا أفضل من كذا بكثير، بس ممكن لأنه بعد فترة توقف، تعرف 11 لاعب تقريبا في المنتخب، يمكن أثر شوية علينا، بس ما هو عذر هذا، إن شاء الله نادي الجمهور القادم يكون أفضل بإذن الله. بالتحديد كابتن في منطقة المحور، تبادل الأدوار ما بينك وبين تيسير وكلاود أمير أثر على الفريق الأهلاوي اليوم بالتحديد في الناحية الدفاعية؟ لا عادي، ما كان في يعني، بالعكس متفاهمين احنا الثلاثه وجميع الفريق يعني، اي احد يؤدي في الخانه هذه فاهم ايش يبغى منه المدرب، فاي اسم يكون موجود في التشكيله حيكون تقريبا زيه زي اداء الاخر. اخيرا كابتن، التعثر اليوم، تعثر المباراه الماضيه، يشكل لكم ضغط قبل المباراه الجايه امام القادسيه؟ بالعكس ما يشكل لنا ضغط، المفروض اننا ناخذ الثلاث نقاط حق القادسيه باذن الله، ندخل مركزين اكثر من كذا، الهجمات اللي تتيح لنا لازم نسجلها عشان نقدر نرتاح، هدف واحد دائما ما يكفي في كرة القدم. شكرا. الله يخليك.